وكانت مقاتلات النظام السعودي قصفت مساء السبت هنجرا لأحد التجار وسط مدينة صعدة. يأتي هذا في سلسلة من الاستهداف الممنهج للاقتصاد الوطني. عاود طيران العدوان السعودي قصفه لمحافظة صعدة، فقد استهدف مساء الأمس هنجرا لأحد التجار وسط المدينة، وما ذلك إلا ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني ضمن الحصار الجائري والمفروض على اليمن. هنجر أحد الأخوة المواطنين الذين استهدفه العدوان الغاشم الأمريكي الصهيوني السعودي، مثل هذا التاجر المسكين الذي ظل طول حياته وهو يتاجر ويمشي في البراري والقفار من أجل أن يكون هذا الهنجر ليقصد الله على عائلته. جاء هذا العدوان البغيض، عدوان الدكتاتور سلمان، وقصف الهنجر كما ترون، وهذا ظلم، وإن شاء الله سينتقم الله منهم جميعا. المدنيون يدينون استهداف مقاتلات النظام السعودي المحلات التجارية وسط المدينة، ويعتبرون ذلك استهدافا للإنسان اليمني في نفسه واقتصاده، ويعتبر ذلك نوعا من الهمجية واللا إنسانية وما لا يقره شريعة ولا قانون. مناشية ولا المناطق التي تستهدف من قبل العدوان إنما هو إرادة تدمير الشعب والوطن والاقتصاد. استمرار الصمت الدولي لما صنعه آل سعود من جرائم بشعة في اليمن واستهدافهم للاقتصاد اليمني واستمرار الحصار دون أي وجه حق دليل على ضعف النظام السعودي وعدم احتكامه إلى رؤية واضحة، ودليل على الحقد الذي يحمله ذلك النظام على الشعب اليمني. وكلما صمد الشعب اليمني كلما تجلى ضعف نظام آل سعود. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.